مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيا ومان. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على ميزات الطائرات بدون طيارة التركية بايراكتار تي بي 2 وإلقاء نظرة خاطفة صغيرة على التكنولوجيا الموجودة بداخلها، كما سنلقي نظرة على العملية الأساسية خطوة بخطوة لكيفية عملها في الهندسة. أخيرا وليس آخرا، تقنية الليزر ونظام تحديد المواقع العالمي GPS كلفت الطائرة الأمريكية بدون طيار MQ ريبر حوالي 30 مليون إلى 100 مليون دولار لكل واحدة، بينما من المتوقع أن تكلف الطائرة الروسية بدون طيار حوالي 20 إلى 50 مليون دولار متغلبا على كل ما هو تي بي 2 بخمسة ملايين فقط. هو السبب في أنها تحظى بشعبية في العديد من البلدان بسبب تكلفتها المنخفضة وسهولة استخدامها، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن هذه المقارنة تتعلق فقط بالسعر وليس بالقدرات، فإن بايراكتار تي بي 2 هي مركبة جوية بدون طيار بأجنحة مائلة ومروحة خلفية غالبا ما يشار إليها كطائرات بدون طيار ذات ارتفاع متوسط وطويلة التحمل. يتكون نظام بايراكتار تي بي 2 المسلحة بدون طيار من محطة التحكم الأرضي، أيضا محطة العرض عن بعد وجه التقدم مع وحدات المولدات والمقصورة التي سنشرحها لاحقا في الفيديو. الآن دعونا نلقي نظرة على ميزات هذه التقنية. يبلغ طولها 6.5 مترا، بينما يبلغ طول جناحيها حوالي 12 مترا، وستعطيك مقارنته بشخص ما فكرة عن مدى ضخامة الطائرة بدون طيارة التي تزن حوالي 700 كيلوغراما، وهو ما يعتبر خفيفا جدا بالنسبة للطائرة العسكرية بدون طيارة، مع حمولة إضافية تبلغ 150 كيلوغراما من جسم الطائرة تي بي 2 مصنوع في الغالب من ألفية الكربون المركبة مع أجزاء من الألمنيوم المشكلة عند المفاصل. الآن دعونا نلقي نظرة على ما بداخل هذه الأغطية. هذا هو نظام توزيع الطاقة الخاص بالتي بي 2 الذي يوفر الطاقة لجميع الإلكترونيات الطيران الأخرى ويتحقق من مولدات التحكم في الحالة والبطاريات، وهذه هي الاتصالات المتعددة للتحكم في مهمة المسؤولة عن الاتصالات والإلكترونيات الطيران والتأكد من تشغيل الحمولة. هذا هو الدماغ نظام التحكم في الطيران تي بي 2 الذي يعمل العنصر الأكثر أهمية لمنصة مركبة الجوية بدون طيارة تتحرك للخلف، ولديها محرك روتاكس 912 المثير للاهتمام. هذا مصدره تكنولوجيا الطائرة المدنية، محرك مكبس رباعي الأشواط مع أربع طوانات سائلة ومبردة بالهواء. سيأخذ هذا المحرك الطائرة بدون طيار إلى سرعة تبلغ 120 عقدة على ارتفاع أقصى يبلغ 25,000 قدم، ويبلغ مداه أكثر من 150 كيلومترا مع قدرة تحمل تصل إلى 25 ساعة بدون توقف. كل هذه القوة التي يتم تغذيتها بواسطة خزانة المثانة الموجودة على الجناح المصنوع من المثانة الوقود المطاطية والبلاستيكية التي تتمتع بمقاومة ممتازة للظروف المناخية المختلفة. الآن دعونا نلقي نظرة على ما يجعل هذه الطائرة بدون طيار ذات المظهر البريء مضاعفا للقوة بميزانية يمكن أن تعمل 4 GPS أو قنبلة موجهة بالليزر. هذه هي مام قنبلة موجهة بالليزر بمدى 15 كيلومترا. يستخدم هذا الصاروخ للدبابات القتال الرئيسية والمركبة المدرعة الثقيلة. ليس لديها محرك نشط لدفعها مما يمنحها مساحات أكبر للرأس الحربي، ونتيجة لذلك فهي تعتمد فقط على نظام تحديد المواقع GPS. بالإضافة إلى الليزر يبلغ مداها حوالي 8 كيلومترات، مما يوفر دقة عالية بالضربة ضد الأهداف الثابتة والمتحركة بشكل رئيسي المدرعات والمركبات المدرعة الخفيفة. هذا هو ويست سيم MX-15D، وهو مثالي للمراقبة الاستخباراتية المغطاة على ارتفاعات متوسطة واستطلاع وإنقاذ والبحث القتالي المسلح وتعيين الهدف الذي نحن سنتحدث عن استخدامه لاحقا. دعونا نلقي نظرة على العملية الأساسية خطوة بخطوة لكيفية عمله مع استراتيجيتين. دعونا نلقي نظرة على الاستراتيجية الأولى. الخطوة الأولى محطة الفيديو البعيدة التي يحملها الجندي بالقرب من مساحة المعركة ويتم تحديد الهدف بالليزر. الخطوة الثانية يتم استلام البيانات القاعدة الأمامية والهدف من الجندي. الخطوة الثالثة محطة التحكم الأرضية التي يتم تشغيلها بواسطة مشغل حمولة تجريبية وقائد المهمة، وهذا هو مركز التحكم الرئيسي الذي يوجه تي بي 2 لضرب الهدف أو يتم إحباطه.
الخطوة الرابعة، أي أمر من محطة التحكم الأرضية يمر عبر محطة البيانة الأرضية. الخطوة الخامسة، ستقوم منصة بايركتار تي بي 2 بعد الحصول على الأمر بالإطلاق السلاح، وهو قنبلة موجهة بواسطة الجي بي اس مرة أخرى. وقد يكون هذا هو العكس الاستراتيجية رقم 2، ويمكن أن تكون الطائرة بدون طيار تي بي 2 هي الخطوة الأولى، تليها الخطوة الثانية وهي محطة التحكم الأرضية المتبوعة بالخطوة الثالثة، وهي إطلاق القنبلة الموجهة بالليزر أو السلاح الموجه بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس لتحريك الأهداف. يفضل استخدام القنابل الموجهة بالليزر الآن. دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل ذلك كما هو موضح. هذا هو الليزر شبه النشط والملاحة بالقصور الذاتية في منتصف المسار النظام. يشير الليزر تي بي 2 إلى هدف، ثم يتم إسقاط مام إل، ويتبع المسار بالليزر باستخدام الليزر الباحث. يقوم المام إل بالتبديل من الليزر إلى نظام الملاحة بالقصور الذاتية في منتصف المسار، إذ كان الطقس سيئا ولكن له عيوبه الخاصة، مثلا لا يمكن نشره ضد الهدف المتحرك، ولكنه يعمل بشكل أفضل ضد سبانكر جاينت وكوماند باست. حتى ذلك الحين يجب الاحتراس من هذه الطائرات بدون طيار MQ-9 ريبر، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون دولار، بالإضافة إلى المروحية الروسية المحورية كاموفكي-52 وآباك الأمريكية. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم.